غيابات اللي كنا كنعانيو منها، لكن الحمد لله اللاعبين الشباب قدموا مقابله في المستوى، وكان انه فوز مستحق، وكنقول هذا لك الفريق النادي المكناسي. كانت جميله، كانوا فيها لقطات مزيانين، واللي ما كانش فيها هي ليفيكاسيتي، لا من جهتنا حنا لا من جهتهم هما، واخا حنا كانت عندنا بزاف ديال لي زوكازيون عليهم هما، مي حتى هما جاوهم دي زوكازيون اللي ما استغلوهمش، والنتيجه تنظن انا منطقيه.